تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من سمو الشيخ عبد الله بن عيسى بن سلمان ال خليفة الرئيس الفخري لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل رفع فيها إلى المقام الكريم لحضرة صاحب الجلالة أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني. وأعرب سموه في البرقية عن بالغ الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة العزيزة، داعيا الله القدير أن يعيد هذه المناسبة على جلالته بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب مملكة البحرين الكريم بالمزيد من التقدم والازدهار والرقي في ظل قيادة جلالته الحكيمة.